جاهز فارس؟ أنا جاهز. 3 2 1 أكشن. زين أنا ما سمعت صوت الأكشن. أجين. أوكي. أكشن. هاي الكاميرا بتخليه؟ يلا بسم الله. عادي آخذ نسكافيه؟ فارس دلني نسكافيه. مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم وبدينا الحلقة الأولى في اليوتيوب مع الجروب الجميل اللطيف بعد مناوشات وضربات عديدة. قلنا آخر شيء بنخلي الحلقة يعني على نياته نفس ما يقولون على نياته. خلاص البرنامج اسمه الموضوع عندي؟ أوكي الموضوع عندي. يلا عن شو تبغى نتكلم؟ المشاركة. أيوة. كنا يعني محتارين نسوي مشكلة كل حلقة ولا نسوي مشكلتين. أنا قلت لهم خلاص خلنا نبدأ في مشكلة واحدة، يعني أدري أن مشاكلكم وايد وتبوني أحلها وأنا محلل قوي، لكن قلنا بنبدا مشكله. اول مشكله شو هي؟ الملل وقت الحجر الصحي. الملل وقت الحجر الصحي يعني ما في شيء اسوي، مليت. حلو. هي مو بسالفه الملل وقت الحجر الصحي او الحياه اللي احنا تغيرت علينا بيوم وليله تقريبا، اللي هي حياه الكورونا. بعد ما دخل علينا كورونا تغيرت وايد اشياء 180 درجه تقريبا عند وايد ناس. اللي كان يروح دوامه 24 ساعه ما قام يروح دوامه ابدا يعني، او صار الدوام عنده عن بعد. والناس اللي كانوا يدرسون يروحون مدرسه ويروحون جامعات ويردون، حتى هي ما قام يروحون مدرسه. يعني الاطفال اللي متعود كل يوم ينش الصبح على صراخ امه قوم نش يلا تعال ليش ما رحت بسرعة البس الشنطة نسيت الجوتي ما أدري شو، هذا ما قام ينش بهالسرعة، قام ينش على راحته يبطل التليفون يحطه أنا حاضر. وبعدين شو يسوي؟ هذا يرد يرقد، يوم يسمع اسمه يقول خالد علي، نعم عندك سؤال؟ لا، هو راقد ما عنده سؤال أكيد لأنه هو راقد. هاي المشكلة إن نحن تغير روتيننا 180 درجة، فلذلك ما قمنا عارفين شنو بنسوي. أنا بالنسبة لي من الأشياء اللي استفدتها وقت تغيير الروتين، يا أخي قمت استغل، أول شيء سويته استغليت وقت الفراغ هذا بأني أسوي برنامج حق اليوتيوب، هذا أولا. ثانيا يا أخي جد قمت أجلس ويا أهلي، قمت أجلس ويا أبوي، قمت أجلس ويا أمي ويا أخواني ويا الجميع. قمت أجلس في البيت أسولف وياهم، نشوف أفلام، كنا نضحك نستانس ناكل نتضارب. يعني الحياة العائلية القديمة تذكرونها اللي هي ما فيها سوشيال ميديا وايد. للحين الوالدة ماسكة التليفون وأخوي ماسك التليفون وأنا ماسك التليفون، بس أنت أسهل شيء ممكن تسويه أنك تبند النت عنه وتجلس ويا أهلك تتعرف عليهم. تخرب علينا انت في البيت. ليش اخرب عليك انت؟ 24 ساعه ترى هذا من مشاكله، هذا ان 24 ساعه يلعب فورتنايت وببجي. هذه مشكله ثانيه. هاي مشكله ثانيه نحلها حلقه بعدين بنحل لكم اياها ان شاء الله. نصيحتي لك ترى الصبر مفتاح الفرج، وان شاء الله هذه شده وبتزول، وحاول ان انت تستغل اوقات فراغك في شيء مفيد. تمام، ضيفوني هني بيحط ولا هني بيحط؟ ضيفوني هني وضيفوني هني، وان شاء الله تكون حلقه عجبتكم. واذا عندكم مشاكل طرشوا لي اياها على السناب، على الانستغرام، في اليوتيوب، اي مكان، وان شاء الله ما يكون عندكم مشاكل وبحاول احلها. يلا ثانك يو سو ماتش. حد يبغى نسكافيه؟ يلا سلام.